أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، ما رأيكم في جماعة التبليغ حفظكم الله؟ جماعة التبليغ من عرف أصلها وما هي يستطيع أي حاجة. أنا بقول لكم جماعة التبليغ جماعة نورانية نقشبندية صوفية، هذا أول واحد. عد بإصبع. جماعة سمى نورانية نقشبندية صوفية، هذا واحد. اثنين، من هم أئمة جماعة التبليغ؟ هات يا أخي، عشت في بلد مقر التوحيد، مقر الرسالة، في بلد مقر التوحيد، في بلد حكومته تدعو إلى دعوة التوحيد، إلى إقامة التوحيد، وين تروح لهم ذولاك التبليغ؟ التبليغ من مهمتهم؟ الياسين هذا رقم واحد، اثنين وكيله، ثلاثة وكيله، وين هم مدفونين يا اخواني؟ أين هم؟ وين قبروا؟ قولوا وين مقبورين فيه؟ في الجامع، في المسجد، ها؟ يا أنتم يا تبلغيين تتخذون أئمتكم ناس يرضون أن يدفنوا في المساجد؟ وين أفكاركم؟ وين مخكم؟ وين عقلكم؟ تتركون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة التوحيد وتحقيق التوحيد، إلى دعوة خرافية صوفية نقشبندية صوفية، إلى أناس أئمتهم مدفونين في المساجد. زد على هذا أن في كتاب تبليغي نصاب أن زيارة علماء التبليغيين في الهند والباكستان وغيرها أفضل من حج بيت الله الحرام، أفضل من زيارة المسجد الحرام. ترضون هؤلاء يكونون أئمة ولا ينتشرون عندنا ولا يدعون لنا ولا ينضم إليهم أحد؟ نحن في اللجنة الاستشارية كل يوم اثنين نجيب اثنين منهم، من الأمير نايف، ويكتب: أتعهد أمام اللجنة الاستشارية أن أقاطع جماعة التبليغ، وألا أصاحبهم، وألا أخرج معهم، وألا أدخلهم بيتي، وألا أضيفهم. هذه خمسة ويوقع عليها، إذا خالف يجي الأمنية تجيبهم، أنا ما نجيب أحد، هم يجابون لنا كل اثنين، يجيبون لنا اثنين كل يوم اثنين، إذا خلصنا من اختبار الأئمة والخطباء يجاب لنا هالتبليغيين ذولا. بعضهم يعني نادر يجي واحد يقول لا أنا مع التبليغ، لا أكثرهم يقول الله خلاص أنا تعاد. بعضهم يصدق وبعضهم ما يصدق، ثم يجيبون ثاني فيتابه إلينا مرتين، والثالث إلى المحكمة، والمحكمة طبعا تبي تحكم عليه بالسجن، السجن يسجن حتى لا يخالط جماعة التبليغ ولا غيره. فلا يجوز يا إخواني المشي معهم ولا تأييدهم ولا إبقاهم في المساجد، وممنوع من وزارة الداخلية أنهم يقومون في المساجد. نعم.